يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعه وتقديم البسمله على الكتاب كما ذكرنا غير مره تقديم البسمله على الكتاب من باب البداءة بذكر الله سبحانه وتعالى وهذا على الأصل فالأصل أن يبدأ بالبسملة يفتتح بها والبداءة بالبسملة كما ذكرنا بسم الله الرحمن الرحيم الجار والمجرور هنا متعلق بمحذوف يقدر حسب المقام فلو قلت بسم الله عند الطعام يبقى بسم الله أبتدئ طعامي قلت بسم الله عند الكتابة يبقى بسم الله أبتدئ كتابتي إذن الجار والمجرور هنا في الباء يعني بسم الله متعلق بمحذوف بيقدر حسب المقام فأحيانا تأتي البسملة يعني تسبق اسم الكتاب وهذا على الأصل في تقديم البسملة على كل شيء وأحيانا تأتي البسملة بعد ذكر الكتاب ذكر الكتاب كذا بسم الله الرحمن الرحيم وفي الحالة الثانية تقديم اسم الكتاب على البسملة كما ورد في القرآن كما ورد في القرآن يقدم اسم الصورة ثم تأتي بعد ذلك البسملة وهذا الأمر فيه يعني جائز وهذا الأمر جائز يعني كتب المؤلفين على هذا وعلى ذلك كتاب الجمعة الكتاب طبعا كما ذكرنا كاتب يكتب كتابة وكتبا مصدر الكتاب يسمونه من المصادر السيالة والمصادر السيالة بمعنى أنه يعني يأتي شيئا بعد شيء وإنما كان الكتابة أو الكتاب يعني لأنه لا يؤلف مرة واحدة وإنما يؤلف يعني على وقت فلذلك يسمى من المصادر السيالة ومادة الكتب تدل على الجمع ومنه سميت كتيبة كتيبة لأنه يجتمع أفراده كتاب الجمعة والجمعة يعني المقصود بالجمعة هي يوم الجمعة وهي الأحكام التي تخص يوم الجمعة ويوم الجمعة قبل الإسلام كان في الجاهلية يسمى يوم عروبة يوم عروبة كانت الجاهلية تسميها كذا الإسلام سمى في الإسلام سمى هذا اليوم يوم الجمعة وهذا اليوم من أشرف أيام الأسبوع وهو اليوم الذي أمرت الأمم جميعا بتعظيمه يعني أمر اليهود بتعظيم هذا اليوم والنصارى بتعظيم هذا اليوم لكن اليهود والنصارى اختلفوا فيما بينهم فأضلهم الله عز وجل عن هذا اليوم وهدى الله عز وجل لهذه الأمة العظيمة هداها لهذا اليوم فلذلك هذا اليوم هذا يومنا نحن المسلمين الجمعة واليهود يوم السبت تبع لنا والنصارى يوم الأحد لكن في الأصل كان مفروضا على اليهود والنصارى أن يعظموا هذا اليوم لكن الله جل وعلا لم يوفقهم إليه بسبب الشؤم الذي كان عندهم والاختلاف الذي كان بينهم فأضلهم الله سبحانه وتعالى عنهم فعظم اليهود السبت وعظم النصارى الأحد وهدى الله هذه الأمة إلى أن تعظم هذا اليوم ولعظمة هذا اليوم ولفضل هذا اليوم شرع الله عز وجل فيه صلاة عظيمة وهي صلاة الجمعة وشرع فيه كذلك أحكاما تخص هذا اليوم شرع فيه أحكاما تخص هذا اليوم لفضيلة هذا اليوم ولمزية هذا اليوم فهذا يعني العيد الأسبوعي للمسلمين يجتمع فيه المسلمون كل أسبوع ويصلون فيه صلاة الجمعة
من فضائل يوم الجمعة ما ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره، يعني أنه في خلقي، في خلق آدم، وفي أدخل الجنة، وفيه أهبط من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة، ولا تقوم الساعة إلا في يوم جمعة. ومن فضائله كذلك أنه فيه ساعة، فيه ساعة لا يوافق عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله جل وعلا شيئا إلا أعطاه الله تعالى إياه. الساعة هنا ليست على 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 معنى الساعة الدارج عندنا، يعني الساعة 60 دقيقة، لا، الساعة في اللغة المقدار اليسير من الزمن. لذا قال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. ما لبثوا غير ساعة يعني ما لبثوا إلا وقتا يسيرا، والدنيا تبدو لهم هكذا، الدنيا تبدو لهم هكذا. سنتعرف بإذن الله جل وعلا على الأحكام التي تخص هذا اليوم. فلذلك ابتدى المؤلف فقال: كتاب الجمعة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. والحديث فيه دلالة على فليغتسل، لم هنا لم إيه؟ لم الأمر. طيب، والأمر بالغسل لمن جاء يوم الجمعة، أما من لم تجب عليه الجمعة كالنساء وكالصبيان فالأمر هنا يتعلق بمن يذهب إلى الجمعة، لأنه قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ظاهر الحديث هو وجوب الغسل، لأن اللام هنا لام الأمر. طيب، الإمام البخاري بوب على هذا الحديث فقال: باب فضل الغسل يوم الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمر بذلك: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. المقصود بالجمعة صلاة الجمعة. حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، استفيد منه إيه؟ يستفيد منه أن السنة في حق الإمام أو في حق الخطيب أن يكون قائما، والقرآن دل على ذلك. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إذن دل على أن سنة الخطيب يوم الجمعة هو إيه؟ هو القيام. وما أحدثه بعض الولاة من الخطبة في الجلوس مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا كذلك أمر بذلك. وهنا ذكر ذلك هنا في حديث عمر أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، طبعا قائم في الخطبة على إيه؟ على المنبر. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أمر باتخاذ المنبر صلوات الله وسلامه عليه، وفي استحباب كذلك اتخاذ المنبر للصلاة. إن لم يكن المنبر موجودا فيقوم على شيء مرتفع حتى يراه الناس. إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عمر يخطب الجمعة، دخل رجل من المهاجرين الأولين، ومعنى من المهاجرين الأولين يعني ممن شهد بدرا وممن شهد بيعة يا رضوان، نعم، وشهد المشاهد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا معلوم فضل المهاجرين على الأنصار، والله عز وجل قدم في كتابه المهاجرين على الأنصار السابقين، فقال جل وعلا:
ويعني للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين جاءوا من بعدهم. يبقى إذن الأنصار بعد المهاجرين في الفضل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قدم المهاجرون ولا لا؟ حين يقدم الله جل وعلا في كتابه شيئا يقدم لأنه مستحق للتقديم، وتقدم يعني وسبق المهاجرين إلى الإسلام وبالهجرة فضلهم على إيه؟ على الأنصار، وكلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وآية الإيمان حب هؤلاء وحبها وحب المهاجر حب الصحابة جميعا، هذه آية الإيمان. كما أن آية النفاق يعني أمارة النفاق بغض الصحابة، فنحن يعني فما كان محبا للصحابة فهذه أمارة على إيمانه، وما كان مبغضا للصحابة فهذه أمارة على نفاقه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيح: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ عمر على المنبر رضي الله تعالى عنه نادى هذا الرجل. من هو هذا الرجل؟ جاء التصريح به في رواية، هو يعني المؤلف هنا هو الصحابي هنا يعني يعلم عمر يعلم من، لكنه أبهمه في هذه الرواية، أبهمه في هذه الرواية، لكنه جاء مصرحا به وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، كما جاء في رواية مسلم وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكان في بعض شغله حتى سمع الأذان فجاء مباشرة. فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ هذا استفهام إنكاري من عمر، ينكر عليه تأخره عن الجمعة حتى جاء الإمام يخطب. طبعا مجيء المصلي بعد خطبة الإمام معناه أن الفضل كتب، معناه أن الفضل كتب، لأنه إذا خرج الإمام الخطبة يعني أغلقت ملائكة الكتب التي تكتب فيها القادمين وجلست تستمع الذكر. طبعا الناس حال كثير من الناس الآن أو كثير منا، وإن لله وإن لي راجعون، أنهم يذهبون إلى الجمعة لا يبالي يعني، وأدرك الإمام والخرج قبل الإمام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند مسلم في صحيح: من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، كأنه تصدق ببدن، بدن يعني ناقة من إبل، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاج، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام جلست الملائكة أغلقت الكتب وجلست تستمع الذكر. يبقى أنت الوقت هنا يبقى كم ساعة في التقريب؟ 5 ساعات. لما دخل عثمان رضي الله عنه والإمام يخطب فناده عمر: أية ساعة هذه؟ وهذا فيه دليل على أن الإمام يتفقد الناس وينكر عليهم، كما أنكر عمر رضي الله عنه على عثمان لكيف لا تأخر إلى هذه الساعة. وعثمان رضي الله عنه معلوم من هو عثمان وفي فضل عثمان رضي الله عنه، ومثله لا يتأخر هكذا. لذلك عمر رضي الله عنه أنكر عليه أمام الناس فناداه: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت، كان عنده بعض الشغل، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين. يعني ما يعني لما سمع الأذان كان عنده شغل انشغل به حتى إلى أن فجأوا أذان الجمعة. قال: فلم أزد أن توضأت. قال: فلم أزد أن توضأت لي حتى يكون مدركا الجمعة.
فقال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. يبقى هذا إنكار ثاني من عمر رضي الله عنه، يعني أنت قال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. ولذلك هنا اختلف العلماء في مسألة هل غسل الجمعة واجب أم أنه مستحب. طبعا سيأتي الأحاديث الغسل يوم الجمعة واجب عليه على كل محتلم، فظاهر هذه الأحاديث إيه؟ ظاهرها وجوب الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والمحتلم اللي هو الذي يأتي الجمعة وهو البالغ من الرجال. طب المرأة لو أردت تذهب للجمعة يبقى مستحب في حقها، الخلاف في حق يعني النساء والصبيان لا يختلف العلماء أن الأمر مستحب في حقه، في حق النساء أو الصبيان طالما أنها تأتي الجمعة، لأن إذا جاء يوم أحدكم الجمعة عموم ولا لا عموم. فلذلك لو كانت المرأة تذهب الجمعة أو الطفل فاغتسل فهذا مستحب في حقه، لا يختلفون في ذلك، وإنما يختلفون في حق من؟ في حق الرجال. فذهبت جماعة من السلف إلى وجوب إيه؟ إلى وجوب الغسل يوم الجمعة، استندوا عليه، وهذا قول أهل الظاهر. استندوا على ماذا؟ استندوا على ظاهر الأحاديث، الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والجمهور من السلف ذهبوا إلى أن غسل الجمعة مستحب ولا يجب. استدلوا بماذا؟ استدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه لما أولا فهم عثمان إيه؟ عثمان لم ينشغل بالغسل حين يعني وإنما انشغل بالجمعة، ولما جاء المسجد ولو أنكر عليه عمر رضي الله عنه، وعمر لما أنكر عليه قال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قالوا إنه لو إن عمر رضي الله عنه أنكر عليه في حضور أهل الفضل من الصحابة وكبار الصحابة، فدل على أن الغسل مستحب ولا يجب، لأنه قال له انشغال والوضوء، وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، يعني استفيد منه على أن الغسل إيه؟ أن الغسل لم يكن واجبا. كذلك فهم عثمان. نعم، وإنكار عمر رضي الله عنه والتبسيط في إنكاره إن لو كان واجبا كان أمر يرجع إيه؟ الأمر يرجع يغتسل ويموت، لأنه لو قال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، مع ما ورد في عند أهل السنن من توضى يوم الجمعة فبها والنعمة ومن اغتسل في الغسل أفضل. طبعا هذا الحديث مختلف فيه مقال، مختلف فيه. على كل حال فالأحوط يوم الجمعة هو إيه؟ والغسل، يعني لا يختلف العلماء في استحبابه، إنما يختلفون في إيه؟ في الوجوب، لكن الاستحباب أكيد، استحباب أكيد. يبقى الأحوط يوم الجمعة بالنسبة للرجال هو أن يغتسل يوم الجمعة. باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به، وبيان ما أمروا به. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. طب إذا كان الغسل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الغسل يوم الجمعة، شيخ ابن عثيمين يقول، وشيخ ابن عثيمين ممن يرجح إيه؟ يرجح وجوب الغسل يوم الجمعة. يقول إذا كان النبي عليه السلام يقول الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، فأنتم تقولون مستحب، كيف تقولون الناس؟ شيخ ابن عثيمين يعني ينكر على من يقول هذا. طب الجمهور هنا لما قال بالاستحباب حمل هذا عليه واجب، يعني 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 مؤكد، يعني مؤكد استحبابه، لم يحملوه على الوجوب الحتمي اللي هو الوجوب الوجوب الاصطلاحي اللي هو في اصول الفقه. نعم، لا مش ما فيش حمل، لم يكن امال ام الشريعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاستحباب والوجوب. أما الصحابة كان يفهمون هذا عليه، يعني هو
التفصيل الوجوب والمستحب هو تفصيل متأخر، لكن هو تفصيل للواقع اللي كان في استعادة الصحابة. الصحابة كانوا يفهمون هذا الأمر حتمي، يبقى هذا واجب. يعني الوجوب والمستحب كان موجود في عقفه. ما هو ما احنا بنفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ ان فهم الصحابة كان في وجوب ومستحب ومكروه ويا محرم. طب كيف كان يفهمونهم؟ كانوا اهل لغة، فكانوا يعرفون ان في قرائن بتدل، زي ما يعني ام سلمة لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر مر علينا. فهي هنا الاشكال، ان انا كنت انها والاصل في النهي والمنع، ثم كان يصليها. اذا الصحابة اهل لغة وبيان، فيفهمون مرام الألفاظ، فالألفاظ دي كانت معلومة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهنا الغسل يوم الجمعة واجب. الذين يقولون بوجوب غسل الجمعة يستدلون بظاهر هذه الحديث، قالوا هذا واجب، هو الواجب الحتمي. يعني إذا كان هذا النص من الشارع وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، يبقى لا يغير، هو الوجوب الحتمي. الجمهور الذين ذهبوا للاستحباب قالوا إيه؟ ان الواجب هنا ليس هو الواجب الحتمي، وانما هو يتاكد استحبابه، يتاكد استحبابه. لذلك انا قلت لكم بان الاحوط هو ايه؟ هو الغسل، خروجا من الخلاف في ذلك، خروجا من الخلاف في هذا. حديث عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعه من منازلهم والعوالي. ينتابون هم الذين يأتوا مرة بعد مرة، يعني يحصل بينهم إيه؟ منوبة. بسبب إيه؟ بسبب بعد المنازل عن النبي صلى عن مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قد كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم، يعني يحضرونها إيه؟ نوبا، يعني نوبات، نوبا جماعة وجماعة أخرى. والعوالي جمع عالية، وهي القرى التي تكون في أعلى المدينة، في شرق المدينة، كانت بعيدة في ذلك التوقيت. فيأتون في الغبار، الوسائل النقل في ذلك التوقيت إما سيرا على الأقدام، وإما على الخيل أو على البعير. فيأتون في الغبار، يصيبهم الغبار والعرق، المسافة طويلة وفي حر المدينة، يبقى بيصبهم ايه؟ هم في الطريق، لانه بيأتون من اماكن بعيدة حتى يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج منهم العرق في الصلاة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم. من اللي اتى؟ الرجل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، عند ام المؤمنين عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا ما أحسنه معلما عليه الصلاة والسلام. يعني هو نهى الرجل، هو كهر الرجل، ولا قهره، ولا نهره، ولا قال له إيه؟ لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. أهذه الصيغة من أدلة الجمهور على استحباب الغسل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجه الرجل قال له إيه؟ لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فالصيغة فيها صيغة تخفيف ولا لا؟ صيغة تخفيف. قالوا لو كان واجبا لأمره هنا بالوجوب، لكنه قال لو أنكم، ولو أنكم يعني فيها نوع من التمني، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فاستفاد الجمهور من هذه الصيغة استحباب الغسل وعدم وجوب، ووجهوا الغسل يوم الجمعة واجب، وجهوه على إيه؟ على 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 تأكيد استحبابه، وليس على الواجب الحتمي. وفي كذلك دليل على أن الآتي الجمعة أو الصلاة ينبغي أن يكون بهيئة حسنة، لأن العلة التي منع منها الآكل الذي يأكل البصل أو الكراث من وجود المسجد موجودة في الذي يأتي المسجد وهو عنده عرق ولا لا، موجودة. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأكيد بنو آدم يتأذون برائحة العرق والغبار يعني ونحو ذلك. لذلك استحب
يعني يستحب، لأن هذا يوم اجتماع الناس يجتمعون فيه. فلذلك يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه، قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الناس مهنة، كان الناس مهنة أنفسهم، كان الناس مهنة أنفسهم، مهنة ككتبة، نعم، يعني جمع كاتب، نعم، ومهنة جمع ماهن، معناه يكون في الخدمة، في العمل، في الشغل. كان الناس مهنة أنفسهم، مهنة أنفسهم يعني إيه؟ يعني في خدمة أنفسهم، في أشغالهم، في أعمالهم. وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، هيئتهم اللي هي التي كانوا عليها، الغبار والعرق ونحو ذلك. فقيل لهم لو اغتسلتم، الصيغة هنا قيل لهم لو اغتسلتم، كما قال كما في الحديث السابق لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فهذه الصيغة هي أدلة إيه كما ذكرنا، أدلة الجمهور على استحباب الغسل وعدم وجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اغتسلتم، ولو هنا إيه فيها نوع من التمني، وهذه الصيغة ليست صيغة وجوب. يعني الإمام البخاري يعني يبوب على هذا الحديث باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، باب وقت الجمعة إذا زالت يعني الشمس. طيب هم استفاد الإمام البخاري هذا من ماذا؟ استفاد هذا من معنى الرواح، إن الغالب في إطلاق الرواح أن يكون إيه؟ عند الزوال، عند زوال الشمس. والغالب في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيما نقل عنه بأنه كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس في وقت الظهر. لكن سيأتي بيان بأن الرواح لا يختص بوقت الزوال، وإنما يطلق على الذهاب في أول النهار كما يطلق على الذهاب في وقت الزوال. الحديث من راح يوم الجمعة، من راح يوم الجمعة، سيأتي هذا الحديث اللي هو التفكير ليوم الجمعة. باب الطيب والسواك يوم الجمعة، يعني استحباب الطيب والسواك يوم الجمعة. الغسل مختلف في وجوبه، أوجبته طائفة والجمهور على عدم وجوب الغسل، لكن على تأكيد استحبابه. شيخ ابن عثيمين يفتي بوجوب الغسل يوم الجمعة، وينكر على من يعني ذهب الى 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 استحباب الغسل، يعني كانه ترجح عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ترجح عنده ايه؟ ترجح عنده وجوب غسل الجمعه لظاهر الاحاديث التي وردت في ذلك. والجمهور يستدل كذلك بقوله لو اغتسلتم لو تطهرتم ليومكم هذا، حديث عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك. فباب الطيب والسواك يوم الجمعه لا يختلف العلماء في استحباب الطيب والسواك يوم الجمعه، وليس على 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 الوجوب. حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان مشهور يا بكنيتي، قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كل محتلم يعني على كل بالغ. طيب يبقى هنا خرج به إيه؟ خرج به النساء، نعم، لأن النساء لا يجب عليهن الجمعة، يبقى هذا المقصود به هو البالغ من الرجال. وأن يستنى، والاستنان هو استعمال السواك، استنان هو يعني معناه استعمال السواك. وأن يمس طيبا إن وجد. الحديث فيه دليل على استحباب السواك، والسواك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحبه في جميع أحواله وليس يوم الجمعة فقط، حتى في غير الصلاة. فثبت عنه في صحيح مسلم بأنه صلوات الله بأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. سنة يعني ضيعها الكثير منا، حين يدخل البيت يبدأ بالسواك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. إذا قام في الليل شاص فاه بالسواك، شاص يعني
يعني دلكه يمنة ويسرا ويسرة وفي أعلى وفي أسفل، يشوف فاه بالسواك يعني يدلك فاه بالسواك إذا قام في الليل. إذن لا يختص السواك بالصلاة فقط، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني إذن لكن يتأكد استحبابه فين؟ عند الصلاة، لكن يستحب عند دخول المنزل، يستحب عند تلاوة القرآن، يستحب عند القيام من الليل. لذا قالوا أن يمس طيبا وجهه، كذلك فيه دليل على استحباب الطيب. وعلمنا الخلاف في مسألة غسل الجمعة، الإمام البخاري بوب على هذا حيث قال باب الطيب للجمعة، الطيب للجمعة يعني استعمال الطيب للجمعة. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس القائل ومن طاووس التابعي الجليل الإمام في التفسير أيضا، فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال لا أعلمه. هو ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، قال فقلت لابن عباس أي مس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ نعم، فقال لا أعلمه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الجمعة في حديث أبي سعيد الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. طب وقول قول ابن عباس أنه لما ذكر الغسل يوم الجمعة، نعم، فلما سألوا طاووس أيمس طيبا أو دونا إن كان عند أهله في بيته، قال لا أعلمه، يعني هذا يستحب للآتي إلى الجمعة. إذن كذلك الحديث والذي قبله في دلالة على استحباب السواك واستحباب الطيب يوم الجمعة كما بوب على ذلك الإمام البخاري. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. طيب حق على كل مسلم في عموم ولا لا؟ عموم. طيب المسلم ده مش يشمل الرجال والنساء والأطفال؟ لذلك الإمام البخاري قال باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ طبعا في خلاف في يعني يعني العلماء لا يرون على من لم يشهد الجمعة من النساء أو الصبيان وجوب غسل أبدا، لا يختلفون. أما الكلام في استحباب، يستحب لهم الغسل ولا لا، خلاف فقط في من؟ خلاف في البالغ. طبعا هذا الحديث حق على كل مسلم مفصل في قوله الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. إذن العموم هنا نعم مخصص ولا لا؟ مخصص، لأنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يبقى خصص هذا العموم ولا لا؟ خصص هذا العموم. والإمام البخاري لما يبوب بالاستفهام يبقى بيشير إلى إيه؟ إن المسألة ليست محسومة عنده، المسألة يشير إلى الخلاف الوارد في المسألة. وطبعا بالنسبة للنساء والصبيان يعني عامة أهل العلم على استحباب الغسل لهم، لكن لا يوجبون عليهم غسلا، وإنما الخلاف في من؟ في الرجال الذي يحضر المسجد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. الحديث الذي ذكرت لكم قبل قليل هو حديث متفق عليه. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح
أي في الساعة الأولى، فكأنه قال بدنا. طب إحنا عرفنا الساعة الأولى ليه؟ لأنه قال ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، كبشا أقرن له قرون. طبعا القرون في الكبش يعني قيمته يعني تزيد قيمته. نعم. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام ندب إليه إلى التبكير يوم الجمعة. ولذلك عمر رضي الله عنه أنكر على عثمان ولا لا؟ إنه قال أي ساعة هذه لما جاء وهو يخطب على المنبر. طيب هذه الساعات هل هي ساعات في أول النهار؟ يعني الوقت في الساعات دي من راح يوم الجمعة في الساعة دي من اختص. أولا هذا الفضل لمن؟ لابد نفهم الحديث. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنب، يبقى أولا لمن اغتسل. طب ولا الذاهب ولم يغتسل، يبقى ليس داخلا معنا في هذا الفضل. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنب أولا ثم راح. الإمام مالك يرى بأن هذه الساعات الخمسة هي أوقات لطيفة بعد الزوال، يعني ما بين إيه اللحظات خروج الإمام للمنبر، خروج الإمام للصلاة. يقول الإمام مالك بيقول الساعات دي ليست من أول النهار، ما الساعات دي مين؟ يقول الساعات دي عند هي الساعة أوقات يسيرة قبيل خروج الإمام. ويستدل يقول من رواح على أن الرواح هو إيه؟ الرواح هو الذهاب عند الزوال، ها؟ بخلاف الغدو، غدو وذهاب في أول النهار. لكن جمهور العلماء الشافعي وجميع أهل العلم قالوا إن الرواح لا يختص بالزوال، إنما كما أن الرواح يطلق على الذهاب عند الزوال يطلق ذلك على الذهاب في أول النهار. وهذا الصحيح، هذا الصحيح في هذه المسألة، ليس قول الإمام مالك رحمه الله تعالى إن الأوقات دي كلها هي قبيل خروج الإمام أو عند خروج الإمام للصلاة. إنه ليس هناك أوقات في ذلك. يعني إيه هو الوقت اللي هو اللي يخرج فيه الإمام فيكون فيه خمس ساعات ده؟ يعني في أي الوقت؟ يعني قبيل مثلا، يعني قبيل الأذان ولا بعد الأذان ولا ما بين جلوس الإمام كما قالوا جلوسه على المنبر وخطبته؟ طب الوقت ده قد إيه حتى يكون خمس ساعات من راح في الساعة الأولى من راح؟ يعني هل فعلا الناس هتروح في هذه الساعات؟ الصحيح هو إيه؟ إن الساعات دي من أول النهار. طب كيف نحسب هذه الساعات؟ احسب الوقت من الشروق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مسجده ولا لا؟ جلس في مسجده ولم يقم من مكانه حتى تطلع الشمس. يبقى احسب الوقت من الشروق إلى الجمعة وقسمه على خمس ساعات. شو في خمس ساعات؟ عندنا الشروق كام الآن؟ خلينا نحسبها حساب عملي الآن. خمسة ونصف. الناس هتصلي كام؟ خمسة السادسة إلا ربع. يبقى تحسب الوقت من خمسة ونص دي أو من ستة إلا ربع مثلا إلى الجمعة كم ساعة؟ ست ساعات. ست ساعات وربع. اقسم ست ساعات وربع على الخمسة عشان تطلع الساعة الموجودة هنا في الحديث. يبقى ساعة وكم؟ ساعة وثلاثة وعشرين دقيقة. ولا كام؟ ساعة وربع، مش كده؟ ساعة وربع، لأن في ساعة مقسومة على خمسة يبقى دي 12 وثلاثة، ساعة وربع بالضبط. ساعة وربع بالضبط. يبقى الساعة الأولى هتنتهي يوم الجمعة الساعة السابعة. هيدخل المسجد قبل الساعة السابعة يبقى راح في الساعة الأولى. الساعة الثانية تنتهي الثامنة والربع. طب والثالثة؟ تسعة ونص. والرابعة؟ 11 إلا ربع. الخامسة؟ 12. خلاص مظبوطة. يعني الساعة السابعة إذا عايز المسجد يبقى الفضل ده يبدأ من إيه؟ من الساعة السابعة صباحا.
الكلام ده الحمد لله كان الإخوة بيقومون به في أوقات الحمد لله الأوقات الساعة. هذه يعني سنة عظيمة، يعني تركها الكثير من الناس سنة التبكير ليوم الجمعة والتهجير ليوم الجمعة. ورد فضل عظيم جدا في التبكير، من اغتسل يوم الجمعة ثم مشى ولم يركب، من اغتسل يوم الجمعة ثم بكر وابتكر ثم مشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. فضل كبير جدا، فضل عظيم. إذا احنا علمنا الساعات إيه؟ علمنا طبعا الحديث عند أهل السنن، الحديث الأخير، علمنا الساعات اللي احنا كيف نعلم الساعة الأولى من الساعة الثانية، فضبطت على ذلك. وهذا يدل على أن الصدقة بالبدن أفضل ولا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح يوم الجمعة في الساعة فكأنما قرب بدنا، من راح في الساعة الثانية فكأنما قرب. يبقى إذا أيهما أفضل؟ البدن. البدن أفضل. البدن كامل النهاردة عندكم؟ بكامل البدن 30,000 جنيه. يا عم انت عندك فرصة بفضل الله كل اسبوع انك تروح كده بفضل الله تصدق بيه، كأنك تصدقت ب 30,000 جنيه. 30,000 النهارده، الناس النهارده الله المستعان، ظروف الناس الان يتصدق من 30,000 جنيه. عندك الحمد لله انك تبكر فقط الجمعة، تأتي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، الساعة الثانية كأنما قرب بقر. في كتير من الناس حتى البيضة يظن بها على نفسه، مش كده؟ يوم الجمعة يوم حتى والإمام هيخطب يعني يدوبك يعني أدرك مع الإمام الصلاة ولا أدرك هو، لأنه هو يعرف الإمام بيتكلم فيه في الجمعة، هو بيجي بعد الإمام يتكلم، هو بينتظر أنه ينتهي هو وصلى الجمعة. لا، صلاة الجمعة جمعة وتعظيم حرمات الله يختلف في ذلك. الإنسان يعظم حرمات الله، يبكر للجمعة ويأتي فضل الله، يعني يبكرا نستطاع أن يأتي في هذه الساعات يعني. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذن بعد خروج الإمام إيه؟ بعد خروج الإمام يعني لن يكتب لأحد الفضل، لكن الجمعة مجزئة ولا لا؟ مجزئة، طالما أدرك معه صلاة، لكن أدرك معه الخطبة وأدرك معه الصلاة، لكن لا يكتب له من الفضل، وإنما تقع الصلاة في ذلك مجزئة. طبعا الحديث يدل على فضل الجمعة، لأن هذا الفضل لا يكون إلا في يوم الجمعة. لذلك الإمام البخاري قال: باب فضل الجمعة. آخر الباب يأتي كذلك، يأتي بإذن الله جل وعلا: باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.